اليوجا مش حاجة واحدة بس، يعني بنشوف مثلا في السكادول بتاع الكلاسز بتاعت اليوجا هاتا يوجا، باور يوجا، مش عارفة حاجات كتير. ايه اللي بيفرق ما بين نوع يوجا والتاني؟ مش هي كلها يوجا؟ هي كلها يوجا بس هي انواع. هي اول ما اليوجا الاول ابتدت نفس وميديتيشن. ميديتيشن يعني ايه؟ يعني انا اقعد واحاول افصل دماغي. ممكن افصل دماغي بقى ان انا ادخل دماغي ان انا اركز في النفس داخل وطالع، ممكن اتخيل منظر حلو في دماغي، ممكن مجرد ان انا اركز على حاجه واحده واحاول ان انا ما اسرحش فيها. بعدين مع الوقت لقوا ان هو المديتيشن دي محتاجه، هي بتهدي السول اللي هي الروح. طب انا محتاجه دلوقتي التمبل اللي هو المعبد اللي عايش فيه الروح دي، جسمي. محتاجه اهتم فيها. فابتدوا يهتموا بالجسم، فابتدينا بحاجه زي الهاتا يوجا. فهم ابتدوا بعد المديتيشن هاتا يوجا، بعد كده بقى ابتدت الدنيا تبقى وسترنايز، يعني ابتدوا يدخلوا على الهاتا يوجا، ابتدوا بقى يدخلوا فينياسا تبقى مور فلو وعرق ونفس، ودخلوا بقى انواع بقى الاشتاق، كل حاجه، كل الانواع التانية ابتدت تظهر. بس الاساس هو الهدف من اليوجا ان انا افصل دماغي واخد نفس واشغل الميجر ماسل زي العضلات الرئيسيه اللي في جسم، اللي هي تحمي جسمي واللي هي توقف جسمي، اللي هي شبه شويه اللي هي بتاعه الصلاه. اوكي، يعني في حاجه اسمها سان ساليتيشن، او اللي هي يعني بالعربي اسمها اللي هو تحيه الشمسيه. فبس يعني الترجمه الحرفيه مش حلوه قوي، بس anyway هي بتساعد ان انا هشغل كل العضلات الرئيسيه في الجسم مع النفس. يعني كل حركه باخد فيها نفس والحركه الثانيه اطلع فيها نفس، شويه حركات بفتح لورا وشويه بوطي لقدام، فعلى اخر السانساليتيشن دي ببقى حركت كل العضلات الرئيسيه. طيب ايه اللي يعني انا حاسس بقى في ترند عالمي كده شويه انه مع انواع اليوجا الكثيره انه ومع اللايف ستايل او اسلوب حياتنا كلنا، ان مش كل واحد قادر يبقى عنده وقت ان هو حتى ان هو يقعد ويعمل يجيب المات والكلام ده كله. الواحد عايز حاجات او تدريبات بقت بسيطه وحتى ممكن يعملها في المكتب او في العربيه حتى علشان يقدر يتنفس. هل ده حصل بسبب طبيعه الحياه اللي اتغيرت في الدنيا كلها او السرعه او كده، ولا في كمان اساليب جديده دخلت على اليوجا برضو خلت انه تمارين النفس دي مش شرط يتعمل لها يعني سيشن بحالها؟ هو الهدف من النفس ان انا اركز عليه واخده ديب، بس انا عشان اخد النفس بعمق وافتح لازم اخد بالي من قعدتي، يعني مش هنبقى قاعدين كده هيدخل قافل على الرئه، لا لازم افتح واي اكسباند، يعني بعمل بوسع الرئه جامد قوي، فلازم افتح لها. فعشان افتح الرئه ده حتى لو مطلعه راسي او مطلعه راسي لقدام وحاولت اتنفس برده مش هتيجي، فما بالك مع الموبايل والكلام ده. فمحتاج دايما الودن فوق الكتف والكتف فوق الهيب، واخد بالي من القعده واخد نفس عميق. فابتدي مجرد ما انا هركز على النفس واتنفس بعمق واخد بالي من شكل الجسم البوستشر ده لوحده، انت كده بتعمل يوجا. فاكر زمان احمد رمزي في الفيلم اللي هو كان بيوجا كده بالظبط. بس اهم حاجه بقى لما باجي اعمل حركه، يعني اي حركه هنعملها حتى لو انا في الجيم، حتى لو احنا بنعمل باور فينياسا اي حاجه، لازم اركز. لو انا وانا بعمل الحركه بعمل بس اخد من مناخيري واطلع من مناخيري، ده اتس يوجا. سو يوجا ليه بقى؟ ان انا لما بعمل كده بهدي الجهاز العصبي، بستريتش حته مهمه قوي، باكتيفيت حاجه في عصب اسمه هو كراني، يعني جاي من المخ، كراني نيرف اسمه فيجس نيرف، ده بيمشي في كل الاعضاء الرئيسيه بتاع الجسم. اوكي، هو ده اللي بيعمل الريلاكسيشن، هو ده اللي بيحسسني ان انا بهدى. عشان كده لما يقول لك كان زمان زي ما بتقول خد نفس، كنا بنهدى، لان ولما بنتعصب بلاقي بطني وجعتني، صح، بلاقي النفس راح، بلاقي. فكل ده بيتاثر بايه؟ بالنفس. ليه؟ لانه بيبعت رساله، اول ما نفسي ما بيبقاش مظبوط، يا احنا قاعدين غلط، يا انا فكرت في فكره عملت لي ستريس، كل ده يخلي يوصل على طول رساله للمخ ان في ستريس سموير. اول ما بيجي الرساله دي ان في ستريس، يبتدي بقى كل الجسم بيشتغل على اساس ان في ستريس، صح، قلبي هيدق بسرعه علشان اجري، هبتدي كل الدم يروح منش وقت هضم، ده وقت حركه، فابتدي الدم يروح للعضلات فمش هقدر اهضم كويس، يبتدي الدم السكر يتفرز في الدم كتير عشان محتاجه سكر.